عاينة حكيم. صباح الخير من جديد لكل الأصدقاء اللي عم يسمعونا على هوا راديو روزانا. نحن أيضا معكم صرنا ببث مرئي مباشر، فيكم تتابعونا بصوت وصورة على صفحة روزانا الرسمية على فيسبوك ضمن برنامج روزانا البرنامج الصباحي وبفقرة معاينة حكيم. كتار منا ممكن يتعرضوا لإصابات خاصة بمفصل الركبة، ممكن يكون عندهم بعض الألام للركبة بتعيق حركتهم، أو ببعض الأوقات بيحسوا أنه بيزيد الألم. البعض بيلجأ أحياناً لبعض الكمادات الباردة بعد الإصابة، البعض ممكن يتساهل شوي ويأخذ حبوب مسكنة أو بيحط مشد من تلقاء نفسه. حسب الإصابة كمان ممكن البعض يروح مباشرة ليسأل الطبيب عن الموضوع. اليوم حابين نطرح ألام الركبة، نتعرف على أكثر الإصابات شيوعاً، شو هي أسبابها، كيف ممكن نحن يعني نتخلص من هاي الألام، هل العلاج الفيزيائي له دور مهم بهاي الحالات. رح نتعرف أكثر أكيد، ومنرحب أكيد كمان بأسئلتكم واستفساراتكم عبر التعليقات على البث المرئي المباشر أنا عم تابع معكم من خلاله، وأيضاً فيكم تشاركونا بالاتصال المباشر على 090-350-5238 إذا كنتوا بتركيا، وعبر الواتساب وين ما كنتوا. إذا عن ألام الركبة، عن أسبابها، كيفية العلاج ودور العلاج الفيزيائي، اسمحوا لي رحب بالدكتور علي عبد اللطيف حسن اختصاصي العلاج الفيزيائي موجود معنا. يسعد صباحك دكتور علي، أهلا وسهلا فيك من جديد معنا على هوا روزانا. يا أهلا وسهلا، يسعد صباحكم صباح كل المستمعين والمشاهدين. دكتور علي، نادرا ما نلاقي بيت ما بيشكو فيه حدا من ألام الركبة بين فترة وتانية، وأحيانا بيكون هذا مستمر على فترة، وأحيانا بعد إصابة معينة في إلى حد ما تساهل بهذا الوجع لما بيكون بحدود محتملة، لكن بلشت تزيد بيصير التفكير شو السبب ومنروح على الطبيب أو لا. فهون حابب أسأل حضرتك بالبداية، شو هي إصابات الركبة الأكثر شيوعا اللي ممكن نحكي عنها؟ هلا بداية مفصل الركبة في له مكونات، أهم هي المكونات هي في عنا عظم الفخذ وعظم الساق، بين هالعظام في عنا غضاريف، وكمان في عنا أربطة تربط العظام ببعضها، وفي عنا أوتار، وفي عنا شيء اسمه أجربة. هدول المكونات اللي حكيت عنهم كلياتهم ممكن يكون في عنا أذية فيهم بوحدة منهم، أو ممكن تكون الأذية بأكثر من مكون، فحسب شدة الأذية حسب عدد المكونات المتأذية بتكون الإصابة شديدة أو بسيطة. طيب هون هل هي في أنواع لهاي الإصابة ولا بس هي بتصنف حسب شدتها؟ هلا مثلا إذا بنحكي على العظام، الكسور بتصيب مفصل الركبة هي من الإصابات جدا شديدة. نعم. وتأخذ كتير وقت لبين ما يلتئم الكسر، وبعدين بتأخذ شوية وقت لبين ما يصير في عنا إعادة تأهيل. إصابات الأربطة الركبة كمان بياخذوا كمان كتير وقت لبين ما يطيبوا، طبعا في حال كان قطع كامل، يعني الرباط لما ينقطع بشكل كامل بيكون وقته طبعا أطول، بيختلف عن الإصابات الجزئية أو المتوسطة، هدول بتكون عادة أسرع ونكتفي بس ببعض الإجراءات البسيطة حتى ما نوصل لمرحلة العمل الجراحي. الغضاريف كمان نفس الشيء، إلى عدة درجات للتمزق، درجة أولى وثانية وثالثة حسب شدة التمزق. في شيء اسمه الأجربة اللي هي بتساعد أو بتسهل من حركة العضلات على العظام، هدول كمان ممكن يصير فيهم تمزقات، ممكن يصير فيهم بعض الاضطرابات. فهلا ممكن كمان إصابة واحدة مثلا حادث سير، ممكن هدول كل المكونات اللي أنا حكيت عنهم كلهم يتأذوا، يعني ممكن يصير في عندي كسر بالإضافة لتمزق أربطة، تمزق أوتار، مشاكل بالغضاريف، يعني هي مرتبطة بعدد المكونات، وكل مكون له ثلاث درجات من بسيطة أو خفيفة أو متوسطة لشديدة. طيب دكتور، يعني بكل الإصابات الأكثر شيوعا اللي ذكرتها حضرتك، هل في شيء أخطر من غيره؟ يعني هون احنا كتير لازم ننتبه، يعني أيه الأخطر بالحالات اللي ذكرتها حضرتك؟ هلا هي بتختلف كمان حسب العمر، لكن الأخطر شيء هو طبعا الكسور، الكسور بتصيب المفصل بيجي بعدها الإصابات الأربطة عند الشباب. بالنسبة للأعمار المتقدمة الإصابة الخطيرة هي بتكون بالتهاب المفاصل، يلي ممكن نوصل بالأخير لمرحلة نغير مفصل الركبة تماما.
طيب هون يعني إذا ما نحكي عن هذا الموضوع يعني عنا أسباب، هل في أسباب معينة؟ عم تذكر حضرتك بعض الإصابات بالإضافة ذكرت مؤشر العمر، هل فينا نحدد بالمجمل يعني بعض الأسباب اللي ممكن تؤدي لإصابة الركبة سواء بالالتهاب أو بالتمزق؟ هلا عادة إصابات التمزقات بغض النظر عن الحوادث سير او السقوط، التمزقات عادة بتكون عند الشباب اللي بيعملوا رياضة نتيجة ممارسة الرياضة بإفراط، ما بيكون مثلا في مدرب لألون، فرط استخدام المفصل ممكن يؤدي لاضطرابات او نوصل لمرحلة أذيات بهي المكونات. هي بالنسبة لإصابات الشرايين، إصابات الشرايين هي عادة تمزقات أربطة، تمزقات غضاريف. هو اللي عم بيصير تقطيع بالصوت دكتور، ما بعرف إذا قادر تسمعني. رح نحاول نعيد الاتصال مع الدكتور علي. أكيد برجع بذكر أسئلتكم متاحة على 090-350-5238، فيكم تتواصل لطرح أسئلتكم حول موضوع إصابات الركبة. من جديد معك دكتور علي، كنا عم نحكي عن الأسباب اللي بتصيب تمزق الأربطة عند الشباب. أوكي أطعنيت شكله أنا كده بحكي. عند الشباب عادة الإصابة بتكون نتيجة فرط استخدام المفصل، ممارسة الرياضة بجهد شوي زيادة، وما بيكون عادة في مدرب شخصي. يعني هي أكثر شيء سبب الإصابة، إنه بنستعمل نحن المفصل بفرط استخدام. أما بالأعمار المتقدمة فالسبب الرئيسي هو التهاب المفاصل. طبعا التهاب المفاصل ما له سبب رئيسي لكن له عوامل خطورة، من بينات التقدم بالعمر، بيكون عند النساء شوي أكثر، التدخين، الوزن الزائد، هدول كلها عوامل ممكن تؤدي لالتهاب المفصل. طيب هون إذا بننتقل لنحكي عن العلاج الفيزيائي، قديش ممكن يكون له دور مهم نلجأ له مباشرة؟ طبعا العلاج الفيزيائي مهم بالمراحل كلها، الخفيفة والمتوسطة والشديدة. بالمراحل الخفيفة والمتوسطة عادة نحن بنلجأ للعلاج الفيزيائي قبل ما نروح على العلاج الجراحي. العلاج الجراحي نلجأ له في حال كانت القصة إسعافية، يعني إصابة جدا شديدة، فوقتها حتى بعد العمل الجراحي بنعمل إعادة تأهيل. يعني العلاج الفيزيائي مهم بالمراحل كلها. شو طبيعة العلاج الفيزيائي الممكن يقدم لمفصل الركبة بهالحالات؟ هلا هي بتختلف حسب المكون المصاب، لكن عادة نحن تركيزنا بيكون على التمارين وبعض الأجهزة اللي بنسميها العلاج الكهربائي بنستعملها كمان بهي الإصابات. بيكون عندنا هدفين، الهدف الرئيسي هو إنه نخفف الألم، والهدف الثاني هو نزيد القوة العضلية، لأنه المريض عادة بيفوت بدائرة مغلقة، ألم نتيجة الألم ما بيتحرك، لأنه ما تحرك بيصير في عنده ضمور عضلات. فنحن العلاج الفيزيائي بيخفف الألم، بس يخفف الألم بنبلش بتمارين التقوية، وبالتالي بنكسر هي الدائرة المغلقة. نعم. طيب هون بالنسبة إذا كان عنده وزن زائد، في أيضا يعني شيء حتمي إنه يخفض وزنه؟ طبعا بخصوص بالتهاب المفاصل، الدراسات بتقول انه تنزيل 5 كيلو كثير بتفرق، يعني على الاقل تنزيل 5 كيلو كثير بتفرق بحاله المريض. طيب بالنسبه لكبار السن اذا تعذر عليهم الحركه او حتى تخفيض الوزن، يعني هل بيكون في اجراءات ممكنه؟ طبعا هلا نحن التمرين بيكون هو على قدره الشخص المصاب. يعني إذا مصاب ما قدران يتحرك، فالتمارين بتكون بسيطة على قد قدرته على الحركة، لكن بعد فترة إذا تطور بصير ننتقل لمستويات التالية من التمارين. نعم. طيب قديه تقريبا يعني بيستمر العلاج الفيزيائي بكل هالحالات عادة؟ هلا احنا هدفنا الرئيسي هو انه نوصل لاستقلال المريض وظيفيا، يعني نخليه يعرف يقوم بمهامه اليومية بدون آلام وبسهولة، يعني هو هذا الهدف النهائي من العلاج الفيزيائي. في عندي سؤال من محمد بيقول أنا بشتغل خياط وبعاني من التعديل في القدمين لدرجة أنه بصيح من الوجع، شو الحل لحتى أتخلص من هالشي؟ طبعا السبب هو غالبا الجلوس الطويل عند الخياطين، خصوصا إذا بيحرك رجله أثناء الخياطة، فهذا بيعمل ضغط على المفصل مثل ما حكينا أول شيء، هي أكثر شيء بتكون مسبب لإصابات بعمر الشباب. فالحل هو انه يريح العضلات شوي ويقوم ببعض تمارين التمطيط، وياخذ له بريك كل ساعه ونص ساعتين، ياخذ له بريك يغير النمط، اذا كان قاعد يقوم يتمشى له شوي.
يعني ما فيني اقول له يترك شغله اكيد، لكن بده يعمل بعض التدابير كرمال يحافظ على مفصله. في عندي سؤال تاني عم بيقول، أنا عادة لما بتوجعني ركبتي بلجأ لتمارين على اليوتيوب، هل هذا الشيء آمن؟ هلا نحن عادة بنفضل انه التمرين يكون مخصص لكل شخص، لأنه نحن ما بنشبه بعضنا، يعني كل واحد عنده قوة عضلية مختلفة عن الثانية، وزنه، عمره، طوله، فهذول كلياتهم بيفوتوا بالتمارين، لكن في حال كانت الإصابات بسيطة التمارين اليوتيوب ممكن يعني تفيد، لأنه هي عادة بتكون تمارين عامة، لكن في حال كانت الإصابة متوسطة وشديدة بتستدعي إنه واحد يعمل التمارين بحيث يتكيف مع طبيعة الشخص. في سؤال تاني من سيدة عم بتقول، أنا يعني عادة ما بشكي شي من ركبي وقت اللي بكون صاحية، بس وقت اللي بنام أنا عادة بحط بين ركبي مخدة، بس في عندي رجلي اليمين لما بكون نايمة في أحيانا من وجعي ما عم بقدر أفردها. هلا عادة آلام الركبة الليلية هي بتكون نتيجة لفرط الاستخدام اللي صار الصبح، يعني نتيجة الجهد المبذول باليوم تطلع التشنجات عنا بالليل، فطبعا لازم يعني إذا الألم موصل معه لمرحلة إنه تفيق من النوم وفي ألم طبعا لازم تراجع الطبيب. نعم. طيب إذا بموضوع مراجعة الطبيب، الناس اللي بتتأخر بمراجعة الطبيب شو بيكون، يعني كيف ممكن يتأثر على الحالة بهالحالة؟ طبعا نحن كل إصابة كل ما كان تدخلنا أسرع كل ما كان نسبة الشفاء أعلى وسرعة الشفاء كمان بتكون أعلى، كل ما تأخرنا بتكون الإصابة تطورت، فهذا الشيء بيأخرنا لحلين ما نوصل للهدف اللي بدنا إياه. هلا عادة نحن بنقول هلا كلياتنا بنعاني من ألم ركب، ما في حدا يعني إلا بتعدي عليه كم يوم إنه ركبته توجعه، لكن هذا الألم ممكن يروح يومين ثلاثة. في حال كان ألم استمر فترة أكثر أسبوع وحسينا الألم إنه عم بتزيد قوته، يعني ما عم بيخف عم بتزيد، فهذا الوقت لازم فورا نراجع الطبيب، ما نصبر أكثر. كمان إذا دكتور بنرجع للتدخل الجراحي، هل في مراحل معينة ممكن نستعيد فيها بالعلاج الفيزيائي عن التدخل الجراحي؟ بالحالات الخفيفة والمتوسطة دائما بنفضل نعمل علاج فيزيائي قبل الانتقال للعلاج الجراحي. في حال ما أخذنا نتيجة وقتها ممكن ننتقل للعلاج الجراحي، لكن العلاج الجراحي كمان هو علاج مهم، يعني ممكن بعض الحالات هو علاج إسعافي، فهون ببلش دور العلاج الفيزيائي بعد العملية الجراحية. طيب تماما، هون يعني العملية مثلا ما بدها فترة نقاهة، ليه مباشرة ببلش العلاج الفيزيائي؟ هلا هي كمان حسب نوع العمليه، مثلا في حال كان تبديل مفصل بنبلش بعد 24 ساعه فورا التمارين، والمريض هو بالمشفى بيكون في عندنا بروتوكول من 5 ايام بنبلش فيه فورا بعد تبديل المفصل، لكن في حال كانت اصابه ثانيه فرضا مثلا كسور، فهون نحن بنضطر لبين ما يلتئم الكسر وبعد بنعمل العلاج الفيزيائي. في حال كانت اصابات اربطه او غضاريف عاده بنستنى 15 يوم لل 21 يوم، يعني حوالي 3 اسابيع بيكون التأم الجرح وبطل، يعني ضمننا انه الجرح سكر وبطل في عنا التهابات وقتها فينا نبلش. فهي كمان التدخل مرتبط بنوع الإصابة اللي صارت او نوع العمل الجراحي اللي صار. في سيدة كمان عم بتقول، هي أم عم بتقول، أنا أطفالي بيعانوا من وجع بركبهم بس أنا ما بصدقهم، يعني أو ما بتقول يعني إنه بقول إنه من كتر الحركة بنهار فممكن يوجعهم ركبهم، لكن هلأ أنا بلشت خاف يعني إنه ممكن يكون فيهم مشاكل بركبهم أو لازم راجع الدكتور. هلأ شائع عند الأطفال الآلام الليلية خصوصي يعني بين عمر 13 لل 18، وهون بتكون شوي الام اكثر. هي نوعين من الالام، نوع نتيجه فرط النشاط اللي بيكون الصبح بيصير في عندهم تشنجات او تعضيل بالعاميه بالليل، والنوع الثاني هو بسبب النمو، احيانا العظام لما بتنمو بتمط مع اوتار العضلات فبيصير في شويه تمزقات، فهذا ممكن يكون في الم، لكن في حال كان حسيت انه الم شديد ومستمر دائما عاده هذا الم يعني بيجي وبروح، لا في حال كان مستمر فلازم تراجع الطبيب المختص. يعني بتقول بهاي الحالة أنه أنا ما بعمل لهم شيء يعني، ولا بهاي الحالة إذا كان أنا يعني، أنا بتقول أنه هي شايفته مثل ما عم يحكي الدكتور متوسط. هلا هي الفكرة أنه هل مستمر؟ في حال كان مستمر فلازم تراجع الطبيب المختص، أما في حال أنه عم يجي وبروح يعني ممكن أنه تصبر شوي كمان. في كمان سؤال من أحمد عم بيقول إنه دكتور أنا بشوف إنه أحيانا ركبي من ركبي بتوجعني فبستند على الثانية لحتى أخفف، هل هذا الشيء صحيح؟ يعني طبعا بيرخي بكل تقله على وحدة من الأرجل.
هلا هذا الشيء بشكل اوتوماتيكي بيصير لما نحن عندنا مو بس الركبه، الورك او الكاحل بطرف بيصير فيهم اذيه، رح نستند طبعا على الطرف الثاني. هذا الشيء ما لازم يضل فتره طويله، لانه اذا ضل فتره طويله رح يصير نعمل مشكله بالطرف اللي عم نستند عليه، لانه عم نصير نعمل له كمان فتره استخدام. كمان في يعني مين عم بيقول انه انا عندي تخوف من العمل الجراحي، يعني بخاف انه تفشل العمليه. هلا عاده مثل ما قلت العمل الجراحي هو شيء ضروري، لكن يفضل انه ما نستعجل نروح على العمل الجراحي فورا في حال كانت الاصابه متوسطه او خفيفه، نجرب العلاج الفيزيائي، لا سمح الله ما اخذنا النتيجه اللي بدنا اياها وقتها العلاج الجراحي رح يكون ضروري. وهلا حاليا يعني العلم كثير تطور بمساله عمليه جراحه الركبه، ما اعتقد ما في خوف. كمان في الواثق بيقول انا بشتغل خياط وعندي ديسك بظهري، شو بعمل حتى يخفف الالم؟ هل استمرار بهالمهنه بيزيد من الحاله؟ هون صار موضوع تاني. اوكي هلا الام الظهر طبعا يعني الوضعيات الخاطئه او الاستمرار بوضعيه واحده لمده طويله هي من احد اسباب الام الظهر. كان ما فينا نقول له يترك مهنته، لكن لازم يعالج حاله. في حال الالم صار له فتره وعم بيزيد ما عم بيخف، لازم يعمل يروح عند طبيب العلاج الفيزيائي يعمل تقييم لحاله ويخضع لعدة جلسات. نعم دكتور، في كتار يعني للأسف لسه لما بيصير في عندهم حالات كسر، بما أنه ذكرنا الكسر أو حتى الألام بعد الحوادث، بيلجأوا للتجبير العربي بيقولوا له. بس نصيحة من حضرتك لهاي الإجراءات اللي بتكون بدون استشارة الطبيب؟ طبعا هذا الشيء خاطئ قولا واحدا. التجبير عادة لازم يكون بعد ما نصور منطقة الكسر، نشوف الكسر وين صاير، وهل هالكسر بيكفي جبيرة ولا بيحتاج تثبيت داخلي ببراغي أو يحتاج عمل جراحي. فهذا الشيء يعني لازم يكون عند الطبيب المختص. كثير بنشوف أحيانا نتيجة هذا التجبير الخاطئ أنه المريض ممكن كان شهرين ثلاثة يلتئم كسره بتروح القصة معه سنوات، وللأسف بتضل عنده آثار هذا التجبير الخاطئ، يعني ممكن تضل معه كل العمر. فهي الامور يعني هذا جسمنا ما لازم نستهون بهي القصه او نستهتر فيه، لازم نروح هون عند الاختصاصي. نعم دكتور، يعني بس بالختام حبي لو نسمع من حضرتك عدد من النصائح بتقدمها لحتى نحافظ على سلامه مفصل الركبه. هلا اول نصيحه هي تخفيض الوزن عند الاشخاص البدينين. الركبه لما يكون دائما شايله اوزان ثقيله فهذا الشيء بيعرضها انه خصوصي اصابات الغضاريف بتكون شائعه اكثر. التنقيص الوزن، اهتمام بالتغذيه، ممارسه الرياضه بشكل دوري وبشكل بشكل سليم، يعني ما نمارسها بفرط وما كمان انه ما نعمل رياضه ابدا. لازم تكون الرياضه عند مدرب عارفان شو يعطينا تمارين. يعني هدول القصص، الاهتمام بالوزن، الاهتمام بالتغذيه والاهتمام بالرياضه. شكرا لحضرتك دكتور علي عبد اللطيف حسن اختصاصي العلاج الفيزيائي لوجودك معنا اليوم، يعطيك الف عافيه. الشكر لكم، اهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا لكل يلي رافقونا بمعاينة حكيم، تحدثنا عن ألام الركبة، عن أسبابها، عن أخطر الإصابات وشو ممكن يكون دور العلاج الفيزيائي بالمراحل سواء كانت خفيفة أو متوسطة، وأيضا بعد العمل الجراحي بالحالات الشديدة. وقدم الدكتور علي بالختام عدد من النصائح بتعتمد على الغذاء والرياضة أيضا بشكل صحيح. شكرا لكل يلي تابعونا برنامجنا، مكمل معكم على هوا راديو روزانا. Thank you.